أزول كيف فاطمة تشتكت تنيت نوف مثل كليباد بالمناسبة بعدا غصديقة لانيفرسيرينو يما قدت لليت الكليب لفاطم مكترت ما تعز داري الفلا لانيفرسيرينو أشكر باش أقز تفرجة صراحة الكليب يستحق أنني أدفل كل حاجة في اللز لأنه يقال الكليب كان ترويجي مدينة أكادير ترويجي سياحي يعني ريما لا أكادير كلوت دي قدري سامع مثل السياحة وقادير ده يعجبني بزاف بزاف يعني جات الطريقه اللي فولكين يغديو ربي اما قال العبد دمسن طبعا مرانت يعني راه كانيات الحاجه اللي كان بروفيسيونيل شكون ما قالت الكلمات دمس الاخراج المليح يعني ما يمكنش ادوريك المليح. السلام عليكم، هشام العبد مخرج وارتيس فوتوغراف فيديو كليب الو اكادير. كان لي شرف انني نشتغل يعني كمخرج مع الفنانه فاطمه طبع مرانت من مناسبة أول فيديو كليب لها، يعني كنت شوية مستريسي من هذه القضية هذه، لحقاش كان خاصني يعني نبينها بصورة جديدة، شي حاجة يعني نيو لوك نيو ستيل، وكان عيب شوية عيب ثقيل باش لأن فنانة في الوزن ديال فاطمة تبع مرانت، يعني خاصك دير شي حاجة في المستوى. داكشي ملي سمعت الأغنية لقيتها بلي راه يعني كتهضر على مدينة أكادير، يعني أماكن عندها معها نوستالجيا، أماكن عندها معها ذكريات. حاولت أنني نقل الأفكار ديالها اللي كاين في الأغنية نقلهم في الفيديو، استعنا يعني بوسائل تقنية حديثة فيما يخص التصوير، واشتغل معايا فريق تقني ولاد اكادير اللي كنفتخر بهم، يعني من خيرات شباب اكادير اللي تيخدموا في يعني في التصوير يعني السينمائي يعني في اكادير. وحاولنا اننا نبينوا اكادير من يعني من عده زوايا، يعني شي بلايص اللي يعني ما عمرنا شفناهم في الفيديو كليب، ما عمرنا شفناهم هذا. حاولنا نبينوا اكادير بزاف ديال الزوايا، وحاولنا اننا نفالوريزيو المدينه ونفالوريزيو اكثر الفنانه فاطمه تبع مرات.